من اخبار الدوري الممتاز نروح لاخبار دوري القسم الثاني، وتعاقد نادي دمنهور مع صلاح الله مدافع فريق بترول اسيوط لمده موسمين في صفقه انتقال حر، ويسعى الفريق بقياده عبد اللطيف الدوماني لتجهيز عناصر استعداده للدوري القسم الثاني به، كل التوفيق ليهم. خلينا نروح لنادي القناه اللي تعاقب مع احمد كولاب لاعب نادي اتحاد يونس الفلسطيني في صفقه انتقال حر، ويستعد الفريق لدوري المحترفين كما جدد مجلس الاداره تعاقد مدير الفني احمد العجوز من اجل تحقيق الصعود. خلينا نروح لنادي ابو قير الاسمده اللي عايش حاله كده ايه من الفرحه بعد ما قدر يفوز على الاتحاد واقصى نادي الاتحاد السكندري من دور ال 32 في الكاس، هو بيطالب اتحاد الكوره بمعرفه موعد مباراته مع الفائز من مباراة بيراميدز والنصر في الكاس لتحديد برنامج جديد لاستعداد للمواجهة اللي هتكون بالتأكيد صعبة جدا، وعايز يستعد للموسم الجديد وكمان يستعد للماتش القادم. نروح لنادي منتخب السويس اللي بيستعد لمواجهة حرس الحدود الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة للدورة الرباعية لدوري نايل، حيث يسعى سعد فاروق المدير الفني لفريق لمعالجة الأخطاء الهجومية المتكررة مع الفريق في آخر لقاءين ليه بقى، واللقاءين اللي فاتوا ليه خسر من سبورتنج بهدف دون رد وتعادل سلبيا مع نادي الترسنة.